لا هو يعني موضوع المرارة فيه أفكار كتير جدا مغلوطة للأسف الشديد. في ناس كتير قوي تقول لك أنا عايز أشيل الحصوات بس ما تشيليش المرارة، وفي ناس يقول لك لا أنا هفتت الحصوات ومش هشيل المرارة. فلا أنا بسمع طبعا كلام كتير قوي، لكن هي عملية سيمبل جدا، ما بتاخدش أكتر من 20 دقيقة، بتتعمل جراحة يوم واحد، بتتم عن طريق المنظار، العيان بعديها بياكل وبيشرب وبيبقى كويس، ما عندوش أي مشكلة خالص. مشكلتنا الوحيدة إن لو المريض أهمل أو خاف أو ما عملش العملية ودخل في مضاعفات لا قدر الله. هي المراره عباره عن ايه؟ المراره عباره عن حويصله، الحويصله دي بتجمع فيها العصاره الصفراويه الزائده عن حاجز الجسم. يعني انا عندي القناه المرئيه الرئيسيه بتصب في الاثنى عشر، وده المسار بتاعها شغال 24 ساعه، ما عنديش فيه اي مشكله اطلاقا. كويس؟ مشكلتي الوحيده ان انا لما بيزيد العصاره الصفراويه الانتاج بتاعها عن المعدل اللي الجسم يحتاجه، الزياده بيدخل يتخزن في المراره. تمام؟ المراره دي لو التهب الجدار بتاعها، اول حاجه بتحصل انها بتفقد الوظيفه بتاعتها، فبتبطل تنقبض. مفروض ان العصاره بتدخل في المراره، ولما اكل اكله دهنيه المراره تنقبض فتزق لي عصاره. لو انا بنزل مثلا بمعدل واحد بتنزل لي اتنين، فيبقى انا كده استفدت من الشويه المخزونين دول انهم يساعدوني في هضم الاكله الدسمه الثقيله اللي انا اكلتها. لكن لما المراره بتلتهب الجدار بتاع المراره بيفقد الوظيفه، بيبطل يتحرك فما بيفضيش، فالعصاره بتقعد راكده جوه المراره، الاملاح بتاعتها بتترسب زي كريستالات، الكريستالات دي بتتلف حوالين بعضها وتعمل حصوات. فهو لما انا بلاقي في السونار او في الاشعه ان في حصوات في المراره، معناه المراره دي بايظه بقى لها قد يكون سنين، دي اخر مرحله ليها. دي اخر مرحله خالص، ان انا طلع عندي حصوات هي اوريدي بايظه، اوريدي فاقده الوظيفه بتاعتها، اوريدي ما بتشتغلش. طب وهي ما بتشتغلش في ضرر عليا؟ لا خالص. هي حامل مساعد، اشتغل اهلا وسهلا، ما اشتغلش متشكرين، مش عايزينه، اهم حاجه ما يضرناش.